بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة وتعلقنا بالفرد الثاني، طبعا الدورة الثانية الاجتماعيات. إذا نبدأ بمادة التاريخ، مكون التاريخ. عندنا هنا ورتبوا الدول التي تعاقبت على حكم المغرب مما يلي: الدولة المرينية، الدولة العلوية، الدولة الموحدية، ثم الدولة السعدية. نعم، إذا نقوم طبعا بترتيب هذه الدول. نعم، الدولة المرينية، الدولة العلوية، الدولة الموحدية، الدولة السعدية. نعم، هذا بالنسبة طبعا للتمرين الأول. التمرين الثاني، نعم نقدو غادي، هو التمرين الثاني. أصلوا بخط حسب المطلوب. نعم، عندنا هنا السلطان أحمد المنصور، أبو عنان الفارسي طبعا، مولى إسماعيل، ثم عندنا طبعا الدولة العلوية، الدولة المرينية، ثم هنا عندنا الدولة السعدية. إذا سنصل بخط حسب المطلوب. هذا بالنسبة طبعا للتمرين الثاني. نمر إلى التمرين الثالث. نعم، التمرين الثالث والذي يقول ما هو؟ التمرين الثالث، نعم، أكمل بالمفردات التالية: القصبات، قصر البديع، مدرسة العطارين بفاس. إذا بنى السلطان أبو سعيد عثمان الثاني ماذا بنى؟ سنة 721 هجرية، 1921 ميلادية. أنشأ السلطان أحمد منصور السعدي بمراكش، ماذا أنشأ؟ سنختار طبعا ما يناسب. العمارات العسكرية التي أنشأها المولى إسماعيل هي العمارات العسكرية. نعم، سنختار إما القصبات أم قصر البديع أم مدرسة العطارين. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثالث. الآن سنمر إلى التمرين الموالي اللي هو الرابع. أرتب الملوك العلويين الآتية أسماؤهم: المولى الرشيد، المولى إسماعيل، المولى الشريف، والمولى محمد. نعم، إذا نصح التاريخ. نعم، عندنا التمرين الأول يقول نعم أرتب الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. نعم، إذا عندنا الدولة المرينية، الدولة العلوية، الدولة الموحدية، ثم الدولة السعدية. إذا بالنسبة للدول الأولى هي الدولة الموحدية. الدولة، نعم، الدولة الموحدية كتبعها، نعم، الدولة المرينية، المرينية، ثم الدولة السعدية، وأخيرا الدولة العلوية. الدولة العلوية. هذا بالنسبة للتمرين الأول. التمرين الثاني، نصل بخط حسب المطلوب: أحمد المنصور، أبو عين الفارس، المولى إسماعيل، دول مولى السلاطين، الدولة العلوية. إذا بالنسبة لأحمد المنصور طبعا الدولة السعدية، أبو عين الفارس الدولة المرينية، شي لقينا في الدرس، المولى إسماعيل طبعا الدولة العلوية. الدولة العلوية. هذا بالنسبة للتمرين الثاني ديال التاريخ. التمرين الثالث، نعم، هو عندنا أكمل بالمفردات طبعا التالية: بنى السلطان أبو سعيد عثمان الثاني ماذا بنى؟ بنى مدرسة، نعم، العطارين، العطارين بفاس سنة 721 هجرية، 1921 ميلادية. أنشأ السلطان أحمد منصور السعدي مراكش قصر البديع، قصر البديع. العمارات العسكرية التي أنشأها المولى إسماعيل هي طبعا القصبات، القصبات أو القلعات. نعم، القصبات. هذا طبعا بالنسبة للتمرين الثالث. نعم، التمرين الرابع، أرتب الملوك العلويين الآتية: عندنا المولى الرشيد، مولى إسماعيل، مولى الشريف، مولى
محمد. إذا الأول هو المولى الشريف، ثم المولى محمد، بعدهم المولى الرشيد، ثم المولى إسماعيل. هذا طبعا النموذج الثالث ربما الرابع ديال مكون التاريخ. ترقبوا عما قريب إن شاء الله الجغرافيا والتربية المدنية.